إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نبدأ مدارسة كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. والمصنف ولد في سنة 1100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1115، وتوفي في سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1206. وهو رحمه الله تعالى بدأ بحفظ القرآن ثم انتقل إلى مدارسة ودراسة الكتب الستة، البخاري ومسلم وكتاب سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي. وتعلم رحمه الله تعالى على يد علماء كالمجموع رحمه الله وكإبراهيم السندي رحمه الله تعالى أيضا، وسافر في طلبه للعلم حتى جاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام العالم رحمه الله تعالى كذب عليه المفترون ووصفوا بأوصاف عظيمة في القبح، وهذا شأن كل من دعا إلى توحيد الله تعالى وإلى العقيدة الصحيحة، أن يعادى وأن يكذب عليه وأن يفترى عليه. فقالوا درس على يدي جاسوس يسمى مستر هنفر، وهذا كذب، ومثل هذا الكذب وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقالوا مات في الحمام، وهذا كذب، وقالوا عنه بأنه كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، وقالوا وبأنه يكفر المسلمين، وهذا كذب. وكل هذا الكذب رده أهل العلم، ومنهم من حضر حياة الشيخ وحضر وفاته، وبعض هذا الكذب كان في زمنه وقد رد عليه هو بنفسه رحمه الله تعالى، كوصفه بتكفير المسلمين رد هو بنفسه رحمه الله تعالى. وقد صنف مجموعة من المصنفات، منها مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يبغضه وهو يصنف في سيرته صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. وصنف كتاب كشف الشبهات والأصول الثلاثة ونواقض الإسلام وآداب المشي إلى الصلاة ومختصر الكبائر أو الكبائر، وصنف مختصر زاد المعاد، وصنف كتاب مسائل الجاهلية. وهو رحمه الله تعالى الناظر إلى كتبه يجد أنه يركز على الأدلة، كما في هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد، وهو من أفضل ما صنف في هذا الباب في توحيد العبادة. يجد أن المصنف رحمه الله تعالى يركز على النصوص، ويجد كلام المصنف قليل، وإنما أكثر الكتاب من الكتاب والسنة ومن النقولات عن الصحابة وعن أهل العلم. كتاب التوحيد كتاب مادة كتب يكتب كتابا. الكتب قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الجمع، وهكذا قال أهل العلم، الكتب الجمع، ومنه يقال
كتائب في الجيش إذا اجتمعت. وسمي الكتاب كتابا لأن مصنفه يجمع الحروف ويجمع الكلمات فيه. والتوحيد كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد: التوحيد لا يكون إلا بنفي واستثناء أو إثبات. يعني إذا قلت فلان، إذا قلت أنت فلان في المسجد، فإنك لم توحده في دخوله للمسجد ولا في مكوثه فيه، وإنما أثبتت أنه هو في المسجد. وإذا قلت ليس في المسجد فلان فإنك نفيت وجوده في المسجد. لكن إذا قلت ليس في المسجد إلا فلان فقد وحدته في مكوثه في المسجد. وهكذا قال ابن عثيمين: فمن قال فلان قائم لم يوحده في القيام، وإنما يقول لا قائم إلا فلان، وهنا وحده في القيام. إذا قال العبد الله ربي أو إلهي، ومع هذا يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فإنه لم يوحد الله سبحانه وتعالى حتى يقول لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق في الوجود كائنا من كان إلا الله سبحانه وتعالى. فذا التوحيد يا جماعة. وبعدين عشان تفهم التوحيد، لأنه في كثير من الناس فهموا للتوحيد إما أن يفهمه فهما خاطئا أو أن يفهمه فهما ناقصا. بعضهم يقول لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، لا حاكمية إلا لله. وهذا كما قال الشيخ الفوزان هذا تفسير الحزبيين، حزبيين في بلدي وفي غير بلدي ممن يعنيهم. وبعضهم يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا أيضا تفسير ناقص، كما أن الأول تفسير ناقص. وإنما التفسير الصحيح لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. لأنه إله يا جماعة معبود، إله معبود. وأن تقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا خالق إلا الله، دي أبو جهل ما بيختلف معك فيه. أبو جهل لو سألته قلت له يا أبا جهل أنت الخلقك منه؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى. ولو سألت أبا لهب ولو سألت غيرهما من الكفار الأوائل فإن الإجابة واحدة. لذلك قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. الخالق الله سبحانه وتعالى، دي أصلا ما بناقشوا فيها، زمان ما بناقشوا فيها، في زمن أبي جهل وفي زمن أبي لهب. لكن النقاش اليوم للأسف الشديد لما تسمع زول ينتسب إلى الإسلام ويقول غير الله بدي الجنة، دي عقيدة ما اعتقدها كفار قريش. من تلقى مرة 5 سنوات ما أنجبت وما رزقت طفلا تمشي ليزول تقول فلان ده صالح وفلان ده ولي ويا شيخ فلان أنا داير جنة، ده شرك في الربوبية، في ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولذلك رب العزة والجلال قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. والكلام ده يا جماعة في ناس كتار بيابوه وده موجود في بلدنا قصائد منتشرة يعتقدوا إنه فلان يدي الجنة ويحاولوا يخادعوا انت لما تيجي تناقشهم يقول لك لا فلان بيدعو لنا الله والله بيدينا يقول لك يا مولانا احنا نمشي لفلان نقول له اسال لنا الله والله سبحانه وتعالى بيدينا ما بذول بيعترض او يصف المراه او يصف الرجل بالكفر والشرك بمجرد ان يقول لفلان ادعو الله ان يهبني الذريه لو مسألة بتاع الدعاء ده ما شرك إنك بتسأل الله سبحانه وتعالى أو هو بيدعو ليك الله سبحانه وتعالى لكن هم بيقولوا يا جماعة هم ألفاظ بيقولوها هم نشروها في كتب ومصنفات وقصائد يقولوا كباشي كم أدى ولد شوف مش دعا الله ونحن ما دارنا نبي زي زول ولا دارنا نشتم أي زول دارنا نقول كلام علمي والناس يستفيد منه هن نشروا كذي كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس أتفل كم أدى طفل كباشي دي عقيدة والذي رفع السماء ما اعتقدها أعتى عتات كفار قريش ولليل الكفار البرة من اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم ما بقولوا فلان بدي جنة هم جس أركى بس أكثر دولة الناس بتبغضها شنو بحق إسرائيل أمشي أمريكا قل لهم غير الله بيخلق ولذلك يا جماعة الناس تفهم التوحيد الفهم الصحيح المسألة دي ما كان فيها نقاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولو دار تعرف المسألة دي أقرأ القرآن دار تعرف صدق الكلام ده أقرأ القرآن قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله هل بيقولوا ديل منو ديل المشركون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ولذلك يا جماعة أمر واضح جدا وبين رب العزة والجلال قال أيشركون ما لا يخلق شيئا شوف القرآن ده واضح كيف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ورب العزة والجلال قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون في كلام أوضح من ذا ورب العزة والجلال قال في القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وقال سبحانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وقال سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فإياك أن تعتقد أن فلانا من الناس يهب الذرية دي عقيدة يا جماعة شركية وكفرية فتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراده بالعبادة وهو على ثلاثة أقسام وهذه الأقسام الثلاثة استنبطها العلماء
من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس بيقول لك التقسيم ده من وين؟ ده من القرآن والسنة. ده اسمه استنباط واستقراء. والدليل على الاستنباط قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. زول يقرأ القرآن من أول إلى آخر ويقرأ السنة من أول إلى آخر ويفهمها الفهم الصحيح ويفهم كتاب الله الفهم الصحيح ويستخرج الأحكام ويستنبطها. هذه ما بتلقى حديث يقول لك الصلاة فيها 14 ركن ما في، وأقرأ القرآن كله ما بتلقى آية فيها إنه الصلاة 14 ركن. لكن العلماء بيستنبطوا شنو؟ استنباطا. لا تجد آية ولا تجد حديثا فيها ذكر هذه العدد، لا في الآية ولا في الحديث، وإنما يستنبطه العلماء هذا العدد استنباطا. فتوحيد الله تعالى القسم الأول توحيده في ربوبيته فهو الرب، ونحن بنذكر الكلام ده بأدلته، ما كلام زي بأدلته، عشان انت تفهم التوحيد الفهم الصحيح اول شيء توحده في ربوبيته سبحانه وتعالى. ومعنى توحيد الله في ربوبيته إفراده بأفعاله كالخلق والملك والتدبير. هو الخالق، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو الملك المالك، قال تعالى: قل اللهم مالك الملك. وقال: ولله ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. ثلاثة: المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، كما في سورة السجدة. يبقى لما يسألوك ما معنى الرب؟ هو الخالق المالك المدبر، خلق الكون سماوات والأرض والجبال قال الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم، الآية دي فيها خمسة قل. قل أفاتخذتم من البداية، قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. المسألة دي في نقاش فيها في زمننا ده، نحن ما قاعدين نهاجم ناس من طرف، وأي زول نذكره بنذكر المرجع بتاع كتاب القصيدة اللي قلتها قبل دي في كتاب أعلام الطريق لعبد الرحيم البرعي. ودي الثانية دي الدار أقولها دي بتاعت الختمية، راجع كتاب النور البراق وكتاب فيوض البحور المتلاطمة. واحد اسمه عبد الله العيدروس قال: أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. تعقيدة زي دي بتعتقدها؟ قال: أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. كتاب النور البراق وكتاب فيوض البحور المتلاطم، القائل عبد الله العيدروس. شكاية الطرق دي نحن بنحاربها عشان الأشياء دي، وده كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. قل من رب السماء، قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم
من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم. شو عديل قال لك أولياء ومش لك إنت، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قهو الخالق سبحانه وتعالى. اثنين، الأمر الثاني هو المالك، وبما أنه خلق فهو يملك سبحانه وتعالى، وذكرنا بعض الأدلة. وهو المدبر، يدبر هذا الكون، الليل والنهار والشمس والقمر وهكذا شؤون الإنسان وشؤون بقية المخلوقات، وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، وهو 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 سبحانه وتعالى المتصف بصفات الربوبية الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الألوهية أو الإلهية، بما أنه هو الرب إذن هو المعبود بحق، لأن توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. يعني ما يكفي تقول الله خلقني والله مالك للكون والله بدبر الكون وما تعبده ولا تعبد غيره، ما يكفي، لا بد تفرد بشنو؟ بالعبادة. الدليل على هذا النوع من التوحيد أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دي تكفي بس الآية دي من سورة البقرة، وإلهكم معبودكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى، ما تدعو غيره. الرجاء ترجو الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله، الرغبة فيما عند الله، الرهبة من عذاب الله ومن غضب الله إلى آخره. التوكل على الله، استعانة بالله، استغاثة بالله سبحانه وتعالى. تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. ودي ألفية تفصيل الكتاب ده كله، المسألة دي إفراد الله بالعبادة. الأمر الثالث والأخير توحيد الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن لله أسماء حسنى وله صفات على سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن إلى آخره، فله أسماء سبحانه وتعالى، وهو متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. يعني عنده أسماء وعنده صفات. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وعنده صفات، من صفاته أنه يرحم، ومن صفاته أنه يغضب، ومن صفاته أنه قوي، ومن صفاته أنه بكل شيء عليم، ومن صفاته سبحانه أنه تواب يتوب على عباده وهكذا. لذلك قال الله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون إلى آخر الآية. إذا فهمت الثلاثة ذيل أنت فهمت التوحيد. تفرد الله في ربوبيته، الخلق، الملك، التدبير. تفرد الله في ألوهيته بأن تعبده وحده لا شريك له. تفرد الله في أسماء الحسنى وفي صفاته العلى. طيب، قال كتاب التوحيد
وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا وجه، أو كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأولى أقرب، الأولى أقرب، كتاب التوحيد. تحت هذا العنوان ذكر هذه الآيات، منها قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس، الجن خلق قبل الإنس كما في سورة الحجر، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والرسل يكونون في الملائكة وفي الإنس، الرسل في الملائكة وفي الإنس خاصة، وليسوا في الجن، وإنما في الجن النذر كما قال أهل العلم، النذر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ففيهم النذر. ومعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون بعبادة الله. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا هنا للغاية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثامن، وهو كتاب القدر، ذكر مجموعة من أقوال الطوائف ورد عليهم جميعا، وبين أن الحق في هذه الآية هو أن قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن اللام في قوله ليعبدون للغاية، للغاية، وهي تشمل المسلم والكافر، ورد على الذين يجعلونها في المسلم خاصة، وإنما الكافر أيضا خلق من أجل العبادة لكنه خالف، وأما المسلم فإنه استجاب لأمر الله. ومثل هذا التفسير تماما ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ورجحه وقال هذا من أقوال من هذا قول ابن عباس، وذكر غير ابن عباس أيضا رضي الله عنهم جميعا. إذن خلقنا الله من أجل العبادة، فإذا قمنا بهذه العبادة فقد أدينا حق الله علينا، ونحن نعيش سعيدين في الدنيا وحميدين، وإذا متنا كنا من أهل السعادة في الآخرة. أما من ضيع هذه العبادة فإنه يشقى في الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن هذا هو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، إلا ليعبدون أي ليفردوني بالعبادة، ليقروا لي بالعبادة، واللام هنا غائية كما قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء الثامن، وأيضا قال ذلك ابن عثيمين في القول المفيد. راجع الثلاثة مراجع دي ولا شك فيها. فلم يخلقنا الله تعالى من أجل الأكل ولا الشرب ولا المال ولا السلطة ولا الدنيا، وإنما خلقنا من أجل عبادته سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى أنت لو دار تعيش سعيد تعبد الله سبحانه وتعالى. وقوله
علاقة هذه الآية بكتاب التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علاقة الآية بكتاب التوحيد إلا ليعبدون ليفردوني بالعبادة، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دي الآية الثانية الذكرى المصنف رحمه الله تعالى. ورحنا الكتاب ده يا جماعة ماذا رينا دارسه، نتدارس حوله. أنا دائما بقول نتدارس وما بقول ندرس، لكن نتدارس لأننا ننقل الحمد لله أقوال أهل العلم، ولا نرى أننا أفضل من يستمع، ولا نكثر من الكلام في اللغة في كتاب التوحيد، ولا من الكلام في الفقه، وأعني الفقه بالمصطلح المعروف في الكلام في التوحيد، وإنما الذي يصنف مصنفا من العلماء ويريد بتصنيفه أمرا معينا أن يوصله للناس، فإن على الشارح أن يقوم بهذا الذي أراده المصنف ما دام أنه من أهل العلم، وما دام أنه أراد يعني أمرا معينا، لا يتوسع في غير مراد المصنف فيما يعني بشيء يزحم فيه المستمع، بل بعض الناس كأنه يريد بشرحه أن يثبت للمستمع أنه من أهل العلم، يعني الكتاب يتوسع في مسألة وكان ممكن يدي الناس شنو الزبدة والفائدة وكذا وكذا وما يعبد به الناس ربهم سبحانه وتعالى. قال ابن عثيمين رحمه الله أفضل تعريف للطاغوت هو ما عرفه به ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مجاوزة العبد حده، مجاوزة العبد حده أي في تعظيم مخلوق من معبود أو مطاع أو متبوع. إذا جاوز العبد حد المتبوع أو المطاع بل وجعله معبودا، جعل بعضهم معبودين من دون الله تعالى، فقد جعلهم طواغيت، وأحيانا يكون الذي عظم بريئا من هذا الأمر فلا يسمى طاغوتا، كما قال ابن باز رحمه الله تعالى في حق عيسى عليه السلام، ذكر ذلك في الجزء الرابع من الفتاوى. قال عيسى عليه السلام غلا فيه الناس من النصارى وهو ليس بطاغوت لأنه كان بريئا من هذا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن تعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا صرفت عبادة من العبادات لغير الله وهو راض فقد جعلته طاغوتا وهو طاغوت، بتدعو يا فلان الحقنا، هو راضي وذاته بيقول لك ناديني، وذاته في الشدائد يقول لك ناديني ولا نادي فلان، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، لحد ما يقول وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. في زول يوم الوقيعة بيثبت لي زول، في زول بيحميك يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولقد بعثنا أي أخرجنا في كل أمة جماعة من الناس، لأن الأمة لها معان
منها الوقت ومنها الرجل الجامع للخير، وادكر بعد أمة أي بعد وقت إن إبراهيم كان أمة أي رجلا جامعا للخير كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن هنا المقصود بأمة أي جماعة من الناس. لقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذا الرسول يأمرهم بعبادة الله وحده، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يكفي أن تقول أن اعبدوا الله، لأنهم قد يعبدون الله ويعبدون غيره. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو التوحيد. تبقى يا جماعة الآية دي تفهم منها فوائد، منها فائدتان. الفائدة الأولى دعوة جميع الأنبياء والرسل إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الفائدة الثانية أن التوحيد لا يصح بمجرد عبادة الله وحده، حتى تكفر بعبادة غير الله تعالى. وده معنى قول الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله هذه الآية أوضح آية في كتاب الله فسرت لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فما تصرف عبادة من العبادات لغير الله. طيب، ولو دار تبلغ الدعوة، تبلغ دعوة الرسل، تتكلم في التوحيد وفي العقيدة، مش تكون ماسك منبر شهرين الناس وناس يصلوا معاك ويمرقوا برا يا عتر ويا فلان الحقنا ما فاهمين، وناس بيصلوا معاك ومعلقين حجبات، وناس بيصلوا معاك ومعلقين في الطفل نسوان معلقات في الطفل كمون يقولوا بيحفظ، ما فيهم التوحيد. توحيد ده يا جماعة الكون ده خلقه الله، والكون ده حق الله سبحانه وتعالى، وهو الرب. وكما أنه الرب وبما أنه الرب إذن هو المعبود بحق، وده التوحيد. تعبد براو شكي العلماء قالوا ألزم الله الناس بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية الثالثة يا جماعة قالوا وقوله أي وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية وقضى، القضاء قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء على قسمين، قضاء الله تعالى إما أن يكون قضاء كونيا أو قضاء شرعيا. القضاء الكوني لا بد من وقوعه، فيقضي الله أن فلانا يموت فلا بد أن يموت. أما القضاء الشرعي، جزاك الله خير، أما القضاء الشرعي فهو حكم الله الشرعي وأمره، فبعض الناس يؤدي هذا القضاء ويقوم به وبعضهم يخالفه، لكن القضاء الكوني لا بد أن يقع. والقضاء الكوني بعضه يحبه الله وبعضه يبغضه الله سبحانه وتعالى، يكرهه. بنذكر أمثلة في الكلام ده إن شاء الله. أما القضاء الشرعي فإنه يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة، رب العزة والجلال قال في القضاء الكوني
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر الآية. وقضينا إلى بني إسرائيل، هل هذا القضاء هنا في الكتاب لتفسدن في الأرض هل هو قضاء شرعي؟ هل شرع الله للناس أن يفسدوا أم أنه قضاء كوني قضى أنهم سيفسدوا؟ الجواب أنه قضاء كوني. هل يحبه الله؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال والله لا يحب الفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه هي الآية وليست. أما القضاء الشرعي فإن الله يحبه لذلك قضاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شرع. عشان أنت تفهم المسألة دي باختصار شديد، القضاء على قسمين، قضاء كوني وهو بمعنى القدر، قدر، وقضاء شرعي وهو بمعنى الأمر، الأمر والوصية والشرع، ثلاث معاني، ثلاثة معاني. هنا في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده قضاء شنو؟ شرعي، لأنه يحب أن يعبد وحده لا شريك له. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ألا تعبدوا إلا إياه، ده التوحيد، دار تدعو تسأل الله براءه سبحانه وتعالى، يا كريم أكرمني، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا وهاب هب لي ذرية صالحة. تسأل الله وحده وتعبده وحده سبحانه وتعالى وتخلص له العبادة. وبالوالدين إحسانا، هذه واضحة وبينة، فتحسن للوالدين بأنواع البر، باللسان وبالمال وبالفعل وبالدعاء وهكذا. وقوله الآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية دي تسمى بآية الحقوق العشرة، وهي من سورة النساء، ذكر الله فيها عشرة حقوق، بدأها بأعظم حق وهو حقه سبحانه وتعالى، وختمها بأقل الحق منزلة وإن كان هو حق، وهو حق ملكة اليمين أو حق المماليك. فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وهي عشرة حقوق بدأها بحقه لأنه أعظم هذه الحقوق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في اللغة، وهي في سياق النهي تفيد العموم، يعني ما خاص الشرك، ما خاص بعبادة الأصنام، لأنه ما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به صنما، ما قال كذا، قال ولا تشركوا به شيئا، أي شيء. ويدخل في هذا أنك لا تعبد الملائكة ولا تعبد الأنبياء ولا تعبد الأولياء ولا تعبد الأشجار ولا الأحجار ولا الجن ولا الإنس ولا ولا ولا، وإنما تعبد الله وحده لا شريك له. كيف الزول يا جماعة بيعبد غير الله؟ نحن دائما بنركز على الدعاء لأنه ده أكثر أكثر مسألة الناس دائما شنو؟ دي أكثر مسألة الناس، بعض الناس يضل فيها، أو أكثر الناس زول لما يقول
يا رب نجيني من الكرب. ده عبد الله، لأن الدعاء عبادة كما في سنن الترمذي من رواية النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء عبادة، صرفتها لله، إذا صرفتها لله فقد عبدت الله، إذا صرفتها لغير الله فقد عبدت غير الله سبحانه وتعالى. دي بس مسألة. انت احترمت فلان، معناه زول محترم عندك واحترمته، احترمت فلان الثاني معناه زول الثاني برضو محترم عندك عشان كده احترمته. انت دعيت الله معناه عبدت الله، لانه الدعاء عباده. دعيت غير الله معناه عبدت شنو؟ غير الله سبحانه وتعالى. واضح. يا رب نجيني، عبدت الله سبحانه وتعالى. يا شيخ فلان نجيني من الكرب، عبدت من؟ عبدت شيخ فلان. باختصار شديد، لانه ما ممكن تقول لي انا بقول يا فلان واكون قاصد، اكون ما قاصد فلان، قاصد الله سبحانه وتعالى. هل من اسماء الله فلان؟ فلان ده اللي تناديته، هل ده من اسماء الله؟ ما من اسماء الله. لو ان تقول يا التوم ودبانقة الحقني، ويا مكاشف القوم الحقني، التناديت هنا مخلوق، دعوت مخلوقا من دون الله سبحانه وتعالى، ولم تدعو الخالق سبحانه وتعالى. نواصل إن شاء الله تعالى. قال وقوله، إذن قوله تعالى في الآية السابقة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعم كل شيء، فلا يشرك العبد بربه شيئا كائنا من كان وما كان. وقوله إلى آخر الآية، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، وهي ثلاث آيات من سورة الأنعام، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها مفصلة، ونذكر بعض الفوائد فيها وحولها إن شاء الله تعالى في المسائل في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. لكن قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. حرم، التحريم في اللغة المنع، أي ما شرعه الله تعالى في باب النهي والتحريم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا، هنا ألا تشركوا به شيئا تشبه الأولى، وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أعظم شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. هذه الآية تشبه قول الله تعالى من سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عشان كذا ده أعظم ذنب، جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وجاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن؟ قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعظم شيء حرمه الله هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما دام أنه حرم الشرك فإنه أمر بالتوحيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وقد حسنه الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة فهو ضعيف، لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان الشيخ مقبل حسنه. وكل شيء ضعيف لم تثبت صحته فلا حاجة لنا فيه، وإن كان معناه صحيحا فإن ما صح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي هو صحيح نقلا ومتنا كما هو معروف، فإن هذا يكفي عن غيره، يعني مما حكم فيه بالضعف، حكم فيه أهل العلم بالضعف. قال: وعن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. بقى ذكر مجموعة من الآيات وذكر هذا الحديث، وهذا آخر نص ذكره من النصوص، وبعدها بعد هذه النصوص المسائل إن شاء الله تعالى نأتي ونناقشها في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أي البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فوائد يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في المسائل. وقوله رضي الله عنه معاذ، قول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه يركب الحمار ويردف على الحمار، وده يوريك العقائد والممارسات الخاطئة والباطلة التي تمارس اليوم. يقول لك عن قريب الشيخ ما بزول بيقعد فيه، يكون عمره 30 ولا 40 سنة ولا 50، وده يكون تابع له عمره 70 سنة. التابع يقعد في الأرض والشيخ في شنو؟ في العنقريب. ليه؟ لأنه ده عنقريب الشيخ، تعظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردف على الحمار، مش عنقريب، يردف على الحمار صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا معاذ، وسأله عن أمرين، عن حق الله على العباد وعن حق العباد على الله. وهذا فيه أن التعليم يكون في كل مكان وفي كل حال يحسن فيها التعليم، وليس خاصا بالمساجد، وإنما علمه هذا الحديث وعلمه هذه الأمور وهو على ظهر حمار، يعني ما في المسجد بس. ودرد على الناس اللي بيقولوا الدين في المساجد، ونحن ما دارين برا، ما دارين الدين يدخل في السياسة ولا في الاقتصاد، ودارين المرأة تمشي في الشارع ما بزول يسألها متبرجة وتجي للساعة 2 صباحا
ما بزول يسأله، وكلام كثير جدا موجود الآن بالدين لخبطة في البلد دي. الدين ما خاص بالمساجد، انت عبد لله، وما دمت عبدا، ما دمت عبدا لله فأنت مأمور، لا بد أن تؤمر ولا بد أن تنهى، وهو خالقك وهو سيدك. وما من أمر وما من شرع شرعه الله إلا وفيه المصلحة للعباد عاجلا أو آجلا، ما فيه ضرر لك، فيه الخير لك. الشرع دار يتملصوا من الشرع ويقلدون أهل الكفر ويريدون تقليد أهل الكفر وأهل الضلال. فهذه جابوها في التلفزيون في قناة برنامج الآن لافي، بنات وأولاد، ولد مذيع جاي من برا وبنات، وبيت قالت أنا من حقي مش في الشارع، من حقي زي ما الله خلقني من غير ارتدي اي ثوب، وما بزول يتحرش بي. معقول يا جماعه؟ وهل ده اكرام للمراه ولا اساءه للمراه؟ يا اخي الحمار اكرمكم الله، الحمار الله خلق له ذنب عشان يغطيه، بشر ما يتغطى؟ وده كلام. وللاسف جابوا ابوه معلق، يعني مشجع ذاته ابوه، والله بلاوي ثقيله جدا وكلام طويل، نحن ماذا نضيع به الزمن وماذا نعلق في اي مكان. تربيه سيئه. قالت امي ساي ما بزول يساي. اقول يا اخي قالت المجد للشيطان لما قال لا في وقت يقال فيه نعم. جابوها لقاء 10 دقائق، واحد يبقى جاي ساوي لها صندوق صغير، صورة صغيرة كذا، وهي قالت المجد للشيطان لإبليس لما قال لا في وقت يقال فيه نعم. اسجدوا للملائكة، اسجدوا لآدم، رب العزة والجلال لما أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قالت المجد لهذا الشيطان لما قال لا في وقت يقال فيه نعم. قاعدة في بلدنا سيدي عندها علاقة بالإسلام؟ والله الذي لا إله غيره. معقول يا أخي؟ تشكر الشيطان، وأزي شيطان مرق بريحها، واسي مريحه ولا بريح غيرها يا جماعه؟ ده في بلدنا دي ولافين وماشيين وجايين ماكله وشاربه في البلد دي وتنبس فيها وقاعده. ها؟ فالدين في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم تقال في مسائل الدين، في مسائل الدين. أما في مسائل الدنيا فإنك تقول الله أعلم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وممن حولكم من أهل المدينة منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ذا الحق الأعظم وهو عبادة الله وحده لا شريك.
إذا تكلم المتكلم اليوم في هذا الحق فإنه يبغض وإنه يصنف وإنه يعترض عليه باعتراضات لا حجة فيها. يقول لك ما تتكلم في السكر وفي الغلاء وفي فلان وفي فلان وفلان وفي الحكام وفي ديل وفي ديل، يريد الكلام في حق فلان ويأبى الكلام في حق الله سبحانه وتعالى. ولا تجد أحدا يبغض التوحيد إلا وفي قلبه مرض، إلا وفي قلبه مرض. ولا يعقل أن يوجد مسلم يبغض توحيد الله سبحانه وتعالى. وكيف دخل الإسلام؟ وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا أردت النجاة من العذاب فعليك بالتوحيد. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أي إذا بشرتهم بهذا الأمر وبهذا الخبر فقد يتكل بعض الناس على أمر التوحيد ويترك بقية الأوامر والنواهي، وبهذا يحدث الشر. لذلك قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه أي البخاري ومسلم في الصحيحين. ومعاذ رضي الله عنه لما أدركه الموت وأحس بأنه سيفارق الدنيا حدث بهذا الحديث لئلا يموت وهو يكتم شيئا من العلم الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ده يا جماعة حديث عظيم جدا، وفيه حق الله على العباد وفيه حق العباد على الله سبحانه وتعالى. وهذا الحق تبرأ منه الأنبياء والرسل. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ده ما حقي كون يعبدوني، ده ما حقي. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى آخر الآيات. زمن تم ولا فاضل؟ فاضل خمسة دقائق ولا تم؟ خلاص الخمسة دقائق دي المسائل أكثر من 20 مسألة نحن ما دارين الآن نتكلم فيها، لكن دار أعلق فيها على مسألة مهمة جدا ونختم بها المجلس إن شاء الله تعالى. وهذه المسألة من الاعتراضات التي يعترض بها الكثيرون على دعاة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الكلام في الناس. كونه أنت تنتقد جماعة بعينها أو طائفة بعينها أو أشخاصا صنفوا مصنفات وكتبوا كتبا ونشروها بين الناس وفيها من الضلال ما فيها، الانتقاد ده جماعة من الدين والتحذير ده من الدين. والناس اللي عندهم ورع كاذب في أنهم لا يريدون الكلام في الناس وإنما يريدون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون الكلام في الناس وإن دعوا إلى الكفر وإن دعوا إلى الشرك وإن دعوا إلى الضلال بحجة أنهم لا يريدون الغيبة، وهكذا هؤلاء عندهم ورع كاذب. إما أن يكون سببه الجهل وإما أن يكون سببه أنهم لهم علاقة بهؤلاء الناس أو تعلق بهؤلاء الناس أو هم من طائفتهم أو من جماعتهم، يتعصبون لهم بالباطل. لأنه يا جماعة النصوص واضحة، حرمت الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن النصوص اللي حرمت الغيبة فيها نصوص قالت تغتاب فلانا وفلانا تتكلم فيهم عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، يعني ما دخل. والرسول برضو يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم قال لهم ائذنوا له بئس أخو العشيرة،
بئس أخو العشيرة دي مدح ولا زم يا جماعة؟ ده زم. وهل الرجل بيرضاه ولا ما بيرضاه؟ ما بيرضاه، لكن ده لمصلحة شرعية. فلما دخل وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهش في وجهه وتكلم معه كلاما حسنا، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، ولما دخل عليك هششت في وجهي أو كلمة نحو؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: هذا الحديث احتج به الإمام البخاري على غيبة أهل الفساد. زول نشر باطل بين الناس تحذر منه، لأنه لو زول يا جماعة في بيته براو دعا غير الله براو، ده تمش له في بيته تناصحه براو، ما تجيب الميكروفون تتكلم فيه. لكن زول لو كتب كتاب قال ادعو غير الله ونشره بين الناس، نمش له براو نرد عليه والكتاب منتشر بين الناس؟ ولا لابد يرد عليه شنو؟ بين الناس. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام صرح فيها. في البخاري قال لأحدهم: بئس خطيب القوم أنت. ده تعيين له، هنا ما قال ما بال أقوامي، في أحاديث بيقول ما بال أقوامي، لكن في أحاديث بخاطب المعين بشخصي. وحديث آخر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الرجل الذي طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال الراوي: فلما تولى الرجل، تولى يعني شنو؟ يعني الزول ده مشى، قال: يخرج من ضئضي هذا، يعني تكلم فيه وبعد مشى، قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، وفي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. تكلم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. شكي العلماء صنفوا مصنفات في الجرح والتعديل، وده كل علم الحديث ده كثير منه يقولوا فلان كذاب، فلان لا يسمع له، فلان كذا فلان كذا. وإنت لو دار تصلح وتنكر الناس اللي كتبوا الكتب ديل، أمش لهم خليهم يشيلوا الكتب دي من السوق ومن مواضع التصنيف ومن نشرها بين الناس، بعد يوقفوها تاني. لو تكلمنا فيهم زادنا الضلال نشروه وقفوه تاني، إذا تكلمنا فيهم نكون نحن ظلم. أما أن ينشروا الفساد بين الناس فقد قامت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكلام فيهم وعلى تحذيرهم وبيان حالهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.